السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. كما كتشاهدوا في العنوان أسفل الحلقة، المغرب سيسيطر على العالم. هناك نذكركم بواحد الرسوم المتحركة بالنسبة لأبناء الجيل ديالي. كنا كنعرفوهم باسم بينكي وبران. بينكي واحد الفار قصير، أو واحد الفار عفوا رقيق وطويل، وبران هو واحد الفار غليظ وقصير. كل ليلة بينكي كيسول بران، كيقول ليه ماذا سنفعل هذه الليلة يا بران؟ تيقول ليه ما نفعله كل ليلة، سنحاول السيطرة على العالم. هذا حوار ممكن إسقاطه على زعماء الهوكيين. أما بالنسبة للمغرب، غنتكلمو بالوثائق وبالأرقام اللي استقيتها من مقال أحد الإخوان، حتى ربما غنكتب الاسم ديالو. ما عرفتش واش عنده شي قناة في اليوتيوب ولا ما عندوش. المهم، الأرقام مستقاة، الأرقام كلها مستقاة من مراجع عالمية. كذلك أنا خديت نفس الأرقام ديالو، لكن عدلت بناء على المعطيات المتوفرة سنة 2019. يعني لا زال إلى يومنا هذا ما كاينش معطيات 2020 و2021، لا تزال غير متوفرة. فالأرقام كلها اللي غتسمعوا الآن هي أرقام ديال سنة 2019. عدلت على الأرقام اللي كان قالهم الأخ، ما كاينش شي تعديلات كبيرة، تقريبا الأرقام متقاربة، لكن المصدر موثوق، المصدر هو الأمم المتحدة. المغرب سيسيطر على العالم. نعم، هذا اللي كتشوفوا الآن في الصورة. شناهو؟ هل تعلم أن هذا الذي في الصورة الآن كان قد يفقد إسبانيا استقلالها على غرار البرتغال في أعقاب معركة واد المخازن؟ هذا اللي كتشوفوه في الصورة ربما الأغلبية ما عارفينوش، هذا سميتو الجوانو. في سنة 1802 مشى واحد الرحالة إلى البيرو، ومشى لواحد المنطقة جبلية غير صالحة تماما للزراعة، جبل حدورة بزاوية 80 حتى 75 حتى 80 درجة، يعني الغازون مستحيل على انه ينوض فيها. لكن هذا السيد هذا كان كيلاحظ العكس، كيفاش هاد الارض ما كتنوضش حتى الغازون، في حين على انه كنلقاو بان الانتاج الغذائي ديال هاد الارض مرتفع، الشعب كله واكل من هاد الاراضي اللي ما كتنوضش حتى الغازون. كيفاش يعني؟ تقول لشي واحد، تقول لي غتمشي وسط الكتبان الرملية وغادي تزرع وغادي تستخرج واحد الكمية كبيرة ديال الغذاء، ما غيتيقكش. فتماما هذا السيد هذا ما تاقش على أن السكان ديال هذه المنطقة كيقدروا ينتجوا هذا العدد الكبير ديال الخضار والفواكه. شو مشكل؟ فمشى كيقلب على السبب، كيفاش هاد الناس كيوصلوا لهذا الشيء. فلقى بأن مادة الجوانو اللي شفناها في الصورة هي السبب، وأن الناس كيستخدموها كسماد طبيعي. هنا السيد عجباتو الفكرة، وناض هز الفكرة وداها إلى أوروبا، وكا ظهرت الصناعة الغذائية في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا كل شيء كيقدر على انه يوصل للطعام، ولا الغذاء متوفر. لكن هذه النعمة سرعان ما تحولت الى نقمة. وهنا غادي نشاهدوا اكبر صراع عالمي على الموارد الطبيعية اللي كان ما بين 1840 و 1879. هذا الصراع هذا اللي كان حول مادة الجوانو، اللي هي المادة أو السماد الطبيعي، بحيث على أنها نشبت حرب تشيتشين، أو ما يسمى بحرب تشينشا،
جزر تشينشا ما بين 1864 عفوا ما بين 1862 و 1864 نشبت هذه الحرب ما بين ثلاثة ديال الدول اللي هما بوليفيا وتشيلي واعتقد الاكوادور ضد اسبانيا. وهنا اسبانيا فقدت الهيمنة ديالها على كافة هذه المناطق بعد هذه الحرب. السبب ديال هذه الحرب هو ان اسبانيا كانت باغا تستحوذ على الجوانو في هذه المناطق، وتستحوذ كذلك على الجوانو اللي كاين في الجزر اللي قريبة من هذه المناطق، في حين على ان هذه الدول ما سمحتش بشكل نهائي على ان اسبانيا تبسط او تبسط النفوذ ديالها على المناطق اللي متواجد فيها الجوانو. وما نوقفوش غير هنايا، الاسبانيا اللي كان عنده واحد التفكير في شكل، فحتى الكونغرس الامريكي كان شرع واحد القانون اللي غريب الى جينا نشوفه الان، هو جريمة عدوان. الكونغرس شرع واحد القانون تيقول بانه اي ارض فيها الجوانو يمكن لاي مواطن امريكي لقى في شي بلاصه الجوانو على انه يستولي عليها ويعلنها اراضي امريكيه وتحت السلطه والحمايه الامريكيه. وهنا نشبت حرب في المحيط الهادي، وظهرت في كثير من المشاكل، وبقات هذه المشاكل حتى 1913. فاش غادي يجي واحد العالم سميتو فريدز هاربر، واللي غادي يقول بان هذا الجوانو راه نقدروا نصنعوه راسنا، ما نحتاجوش على اننا نمشيو نغزو الجزر. وهنا لقى واحد الطريقه ديال الصناعه ديال الجوانو اللي هو السماد. وهنا كان انتقلنا من السماد الطبيعي الى السماد الصناعي. هاد السماد الصناعي شنو ادى؟ ادى الى ازدهار او تجديد ازدهار الصناعه الغذائيه، وازدهر معاه حتى النمو السكاني والنمو الديموغرافي العالمي. ولا عندنا ماشي نمو ديموغرافي، ولكن في ظرف 100 عام زاد عدد سكان العالم بحوالي 6 المليار في ظرف 100 سنه. يعني هذا بحد ذاته كيشكل لنا واحد الانفجار ديموغرافي بسبب هاد الجوانو الصناعي اللي هو الأسمدة. ومن خلاله تماما بدأ إعادة تأمين الأمن الغذائي. يعني كل دولة بدأت كتأمن الأمن الغذائي ديالها من خلال هاد المواد أو من خلال هاد الأسمدة. لكن هاد الأسمدة هذه عندها حتى مركبات، والمركبات قابلة للنفاذ. ف كما هو معروف على ان هاد المركبات هذه اللي كيتصنع منهم الاسمدة اللي هو الازوت او النيتروجين، عنده جوج الاسماء، عنده اما غاز الازوت او النيتروجين يسمى بالاسمين، والبوتاسيوم والفوسفور. ف الازوت موجود في الطبيعه، ما محتاجينش انه نقلبوا عليه او يعني سهل تصنيع، سهل يعني موجود. لكن واحد جوج المركبات اللي مستحيل على اننا ندخلهم للمختبر باش نخرجهم، اللي هما البوتاسيوم. البوتاسيوم كتسيطر عليه ثلاثة ديال الدول الكبرى اللي هي كندا وروسيا والصين. كندا ب 33%، روسيا تقريبا بشي 15%، الصين ب 10%. وبالتالي هذه الدول تسيطر على البوتاسيوم. الحاجة الثانية هو الفوسفور، والفوسفور كاين غير في الفوسفات. العلماء اجتمعوا في 2010 وكانوا كيقولوا بانه شحال باقي لينا ديال الفوسفات، كما داروا مع النفط، كما داروا مع مجموعه من الامور، شحال باقي لينا في هذه الماده هذه وتنفد وتسالي بشكل نهائي. فارتأوا الخبراء على ان الى بقينا بهذا المستوى وبهذا النوع ديال التطور والانفجار الديموغرافي كما هو كاين، فنحن سنكون امام 90 سنة من الاحتياطيات الفوسفاتية. 90 سنة بالنسبة لنا حنايا اللي عايشين دابا قد تجينا شي حاجة عادية، لكن بالنسبة للناس عفوا بالنسبة
للأجيال القادمة غتكون كارثية، وبالتالي الدول اللي تتحترم نفسها كتبدا العمل من دابا من أجل الأجيال القادمة. كذلك باش نحافظوا على هذا الأمن الغذائي اللي متوفر الآن، لذلك هنا كنلاحظوا بأن مجموعة من الدول غيرت السياسة ديالها تجاه تأمين الأمن الغذائي. فمثلا كنلقاو بأن الصين منعت بتاتا تصدير الفوسفات خارج حدودها. لماذا؟ لأنها كتشوف بأن هذيك 90 سنة راه ما كافياش، وخاصة أنها عندها مليار و500 مليون ديال السكينة. هذيك المليار و500 مليون ديال السكينة في حال شي ما تؤمنش اليوم الغداء غتكون كارثية بالنسبة للصين. بالتالي الصين ما باغاش تغمر لا بشعبها ولا باقتصادها. زكا هنا تطرح عندنا واحد القضية أخرى، اللي هي على أن الصين هي ثاني منتج للفوسفات، وهذا الأمر هذا عنده دلالات، حيث على أن الصين كتحتكر 5% وهي ثاني منتج للفوسفات أو ثاني مصدر للفوسفات، وكنلقاو سوريا 3%، والهوكيين جمهورية الموز دويلة الخسائر عندهم 2%، وباقي دول العالم كتشارك في 5%. هذا الأمر هذا كيخلي بزاف ديال الدول تتعاود النظر في هذا الأمر هذا. لكن بالنسبة للمغرب هو نقطة قوة، ربما كاع داكشي اللي ضاع على المغرب بسبب عدم توفره على النفط نقدروا نرجعوه من خلال الفوسفات. كيف ذلك؟ ببساطة الصين وقفت الصادرات ديالها الآن، الفوسفات طلع الثمن ديالو بواحد الشكل كبير نتيجة ديال أن الصين ما بقاتش كتصدر. مع العلم على أن المغرب كيحتكر 73% ديال الصادرات الفوسفاتية في العالم، بالتالي على المستوى الاستراتيجي المغرب هو الذي سيتحكم في أي الشعوب التي ستأكل وأي الشعوب التي ستموت جوعا. بالتالي المغرب الآن على المستوى الاستراتيجي كاين بزاف الرؤى باتجاه المغرب، على أنه على المنظور الاستراتيجي الدول التي ستعادي المغرب يوما ما، وإلا بغى المغرب يرد لها الصرف غادي يقتلها بالجوع، ما غادي يشارك معها لا في حرب لا في قتال لا في حتى حاجة. بالتالي هنا غادي نشوف واحد النوع جديد من الحروب، إلى جانب الحروب على الماء. حنا الحمد لله كل أنهارنا تصب في بحارنا، ما عندناش مشكل، لكن الحروب الجاية غتكون على تأمين الموارد الطبيعية أو تأمين الأسمدة أو تأمين المواد الغذائية. هذه الحروب اللي جاية في المستقبل إلى جانب الحروب على الماء. وبالتالي المغرب غادي يكون أو على المدى الاستراتيجي غادي يكون المغرب الفاعل الرئيسي على الساحة الدولية، وغيكون هو المسيطر تماما على الغذاء العالمي. واي شعب واي دوله بغات تاكل كيخصها تقرب من المغرب، سينو على المستوى الاستراتيجي ما كنهضرش في خلال 20 سنه ولا 30 سنه، ولكن على المدى الاستراتيجي واحد 50 سنه 60 سنه غتولي اي دوله او اي شعب لا يتوافق مع المغرب ممكن للمغرب على انه يقطع عليه الروبيني ديال الغداء ويخليه يموت بالجوع. وهكا كيفاش كنقولوا على ان المغرب يمكن أنه يسيطر على العالم. يا أبناء الأمة المغربية العظيمة، ستعود أمجادكم. دمتم عاشت الأمة المغربية العظيمة، وعاش المغرب من طنجة إلى القويرة، وعاش الملك. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء، نشوفكم بخير إن شاء الله. تحياتي للجميع.